السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي سلمى إبراهيم مصطفى. البروجكت بتاعي ده أول بروجكت. البروجكت زي جوجل ترانسليت كده. أنا طبعا حطيت الكلمات اللي أنا هعمل لها ترانسليت، مثلا من إنجليش لفرنش، من فرنش لإنجليش كده. وبعد كده عملت إن هو يكتب لي في الانبوت enter the word you want to translate. وبعد كده كتبت flower وهو هيكتب لي مع الكلمة يعني بالفرنش، وبرضو نفس الكلام على floor وبوك والكلام ده بقى على كل الحاجات التانية. وبعد كده لو انا كتبت كلمة مختلفة مثلا هيعمل لي this word doesn't exist. دلوقتي انا هجرب اعمل run. دلوقتي عمل run. انا هكتب مثلا كلمة زي book. عمل لي leave زي ما انا كنت عاملة في translate. لو كتبت بقى كلمة مختلفة دلوقتي انا هعمل كلمة مختلفة، ممكن اعمل اي حاجة. هيقول لي this word doesn't exist زي ما انا قلت له ان هو يعمل. وبس ده كده البروجكت بتاعي.